ولا ولا سولوني هذا السؤال ولا قال لي شنو هي هذه الكلمه ولا ضحكوا عليا، وبقى انت مرب علي يدك فحال هكا وخايف انك تغلط ولا انك تعوج هذه ما تنطقهاش مزيان ولا انك ما تعرفش هذه الكلمه ولا يستولك شي سؤال وتبقى مديرها. التصالح مع الذات والتقبل داك الشيء اللي فيك، انا جو سوي كوم سا، انا هكا. مي فريغ زي سور بونجور، سلام الله عليكم. مازالين في السلسله ديال تعلم اللغه الفرنسيه، اليوم وصلنا للحلقه 9 بفضل الله. عاودنا قبل بزاف دو لي ميثود، عطيناكم بزاف دو لي سيبور، كتبه دي فيديو دي ميثود مختلفين، كيفاش انك تقدر تطبق هضر، كيفاش تاخذ لي فوكابولير، لي زيكسبيريونس اللي غادي نعاود لكم اليوم ديال جوج الناس مقربين، وواحد الميثود اللي حتى هي تري 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 سبيسيال ليكسبيريونس. بعد مرات نقدر انا نعطيك واحد الطريقه وما تطبقهاش، ولا تقدر انك تبدا تخدم فيها وهكا واحد المده تلقاها ما مشاتش لك مع ذاتك، وهذه خصك تعرف بان سي تري تري نورمال. الله ما خلقناش حنا فحال فحال كاملين، يعني كل واحد والشكل ديالو كيف ما لي زومبرينت سون ديفيرونت، ملي كتمشي تبصم فالله سبحانه وتعالى شوف شحال من خلق كاين فوق الكره الارضيه والبصمات ديالنا حنا مختلفين. يعني تخيل معايا، فراه حتى كيف ما الله كل واحد عطى الرزق ديالو في الدنيا، كل واحد الطريق اللي غادي يمشي معاها، كل واحد غادي تكون عنده طريقه اللي تقدر تخدم ليه وما تخدمش لهذا. دونك انت تقدر تخدم لك واحد الطريقه، هذا تخدم ليه ميثود واحده اخرى، الاخر كذلك. كاين اللي غادي يدير الميثود ديالو بوحديتو مع لو طون، دونك مع لو تيغان، كياخذ من عندي ياخذ من عند هذا ياخذ من عند هذا، في الاخير كيجمع داك الشيء كامل وهذاك لو كومول كيعطيه يخرج بواحد الخلاصه ويوصل واحد الطريقه اللي غادي يتعلم بها، وكل الطرق تؤدي الى روما. ماشي مهم الطريقه، المهم هو لوبجيكتيف انك توصل ليه. ليكسبيريونس اللي غادي نعاود لكم اليوم فاش غادي تنفعكم، بعد مرات طرق ما تقدر كما قلت لك ما تتبعهاش، يعني غتخدم فيها واحد شويه وابخي غادي توقف. ليكسبيريونس اللي عاودت لك شي قصه تقدر تلصق لك هنا ما عمرها ما تنسى لك. دونك هاد لي دو زيستوار اللي غادي نعاود لك اليوم ان شاء الله يقدروا يانسبيريوك يانسبيريوك ويخلوك حتى انت تمشي تعلمها، وحتى انت تقلب كيفاش حتى انت دير اون نيستوار في هاد لافي هادي، ماشي غير ليكسبيريونس الاولى ديال واحد الصديق ديالي اللي حتى هو متبع هاد لي فيديو في تعلم اللغه الفرنسيه اللي مدير معكم دابا ان شاء الله. و شنو دار؟ الوغ هو كيلقى مشكل في الحوار، يعني كياخذ لي فوكابولير هكا، ماشي بزاف ديال لي فوكابولير، مي هذيك الشويه اللي عنده بارفوا كيبغي يستعمل شي كلمه منهم وهو عرفها ولكن ما كيقدرش كيفاش يستحضرها في هذيك المد في ديك الوقيته اللي احتاجيتها، انا ما كيعرفش يستحضرها. دونك شنو دار هاد الصديق هذا؟ مشى جمع الناس ديال الحومه ديالو، يعني الاطفال اطفال ولا الدراري مثلا ولا كاع الصغار ولا اي واحد باغي يتعلم اللغه الفرنسيه، قال لي اجي انا غادي نخدم معك. طبيعة الحال ما قالش لي اجي انا استاذ غادي نعلمك غادي ندير لك، لا قال لي اجي انا اليوم غادي نشارك معكم تجربه اللي سبقتكم بها. فوالا سي تو. بارفوا تنقولوا حنايا لا انا ما نديرش هذه الحاجه حتى نكون كنميتريزيها بروفيسيونيلمون، نكون واعر فيها مزيان. رحم الله من عمل عملا واتقنه، دير واحد الخدمه وتقنها مزيان سي تري تري بيان، ولكن حنا اون ابرون دو بي لو تيغان، النظري ما كيخدمش لينا، كنتعلمو من لو تيغان. وجرب راسك دابا انت شوف شحال من حاجه كتعلمها ملي كطيح في السيتوياسيون، هي يعني ماشي كتبقى تمشي تقرا وسميتو عاد كتجي تبغي تطبق. دونك ملي كتمشي لو تيغان كتعلم منه دغيا، و داكشي اللي كتشدو كيلصق، يعني كتصغر كتنقص من هذاك الشومان اللي كان طويل باش انني نتعلم هذه الحاجه. دونك ملي كنهبط ليها ديريكتومون الوغ كناخذها هذيك الساعه. والحاجه الثانيه اللي غادي تخليك انك حتى انت دير فحال هذا البلان هذا، انك تجمع سوا الدراري اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه في الحومه ديالك ولا كاع غير في المنزل ديالكم، تقري خوتك ولا خواتاتك ولا ولاد عائلتك ولا شي حاجه، حيت غالبا ما غاديش يكونوا حتى هما تيهضروا باللغه الفرنسيه، حيت الا كانوا تيهضروا بها كتكون احتماليه كبيره حتى انت غادي تكون كتهضر باللغه الفرنسيه، اذا هما غاديين يستافدوا وانت غادي تستافد، ماشي تبقى تفكر ليا انت ولا سولوني هذا السؤال ولا قال لي شنو هي هذه الكلمه ولا ضحكوا عليا ولا سميتو.
ايكوت مو مزيان، ايكوت ايكوت تصنت وهذه دايره في بالك. دابا انت خفتي انك تكون باليد، خايف لن تفرش، انت فاشل باليد، تكون باليد في واحد لو مومون ولا في واحد لا بيريود، واحد الفتره ديال الوقت. مثلا انا اليوم قررت نكون باليد لمده عام وما نكونش باليد طول حياتي، ما كتهضرش باللغه الفرنسيه، ما بغيتيش الناس يعرفوك باللي راك انت ناقص فيها، ولا لاكسون ديالك النطق ديالي ضعيف ما كنطقش مزيان، اتس اوكي، خايف من الناس انهم يعرفوا النطق ديالي ناقص ولا ما كنعرف نفورميلي مزيان لي زيكسبرسيون، كنبقى داكشي كافت وعندي انايا. وهادشي وقتاش؟ حتى لين غادي يبقى فحال هكا؟ حتى لين غادي يبقى طول حياتك وغادي يبقى مرضك؟ بطبيعة الحال راه هو غادي يشكل لك واحد المرض، يقدر يدير لك ازمه اكتئاب. علاش؟ حيت انت ما مصالحش مع ذاتك، تصالح مع الذات والتقبل داكشي اللي فيك. انا جو سوي كوم سا، انا هكا، انا ما ضعيف، عندي هذه ضعيف فيها، ولكن غادي نحسن ان شاء الله، وما غاديش نتسوق لكم نتوما. دونك ملي غادي نجي انا هنايا غادي نحس براسي انا جو سوي فو، الا سولني شي حاجه وما عرفتهاش، ولكن انا جو سوي فو غير في هذيك لو مومون. من بعد غادي نمشي نقلب عليها وغادي نتعلم وغادي نشدها، عاوتاني غادي نكون باليد في حد سيتوياسيون واحده اخرى وسيتوياسيون واحده اخرى وسيتوياسيون واحده اخرى. ان سيغتو مومون صافي سالينا، كتوصل لواحد سميتو فواحد المستوى انك وليتي كتعرف الاغلبيه، دونك يولي السؤال كتولي كتجاوب، وبقى انت مربي على يدك فحال هكا وخايف انك تغلط ولا انك تعوج هذه ما تنطقهاش مزيان ولا انك ما تعرفش هذه الكلمه ولا يسولك شي سؤال وتبقى مديرها. ماشي مشكل نبقى مديرها ونتحتقر ويضحكوا عليا ويقولوا لي انت فاشل، وسير قرا انت الاول عاد شي قرا علينا واش انت كترقع ولا كتخربق مثلا. شوف راه جمون فو جمون فيش، انايا ما كان ما نتسوقش لك نتايا، راه ما تهضر، راه مدوي بقى تهضر بقى تهضر، ما نتسوقش لك، ولكن ما غاديش نتسوق لك. ماشي هي صافي انا عندي اخطاء ديالي صافي غادي نتقبلهم وكنبقى فيهم فحال هكا، لا راه كنتقبلهم بمعنى انني انسان قابل للنمو قابل للتطور. انا غادي نمشي نصلح هذوك الاخطاء وغادي نجي المره الجايه ان شاء الله، المره الجايه غادي تلقى عندي اخطاء وحده اخرين وغادي نصلحهم وغادي نكمل. دونك هذا السيد هذا الصديق جمع الدراري وتيقريهم لا ميثود اللي كيستعمل هو سهله بزاف. شنو تيدير؟ تياخذ 5 ديال لي نون في النهار وخمسة ديال لي فيرب، يعني خمسة الافعال وخمسة الاسماء. مثلا ما غاديش نقول لك غادي تبدا انت من الاول بشي افعال اللي صعابين، حاول تبدا انت كاع غير بال لي فيرب ديال بروميي غروب، فحال مانجي، فحال بارلي، فحال شونتي، بايي، انفويي، ها هما غادي نشدهم وغادي نحاول نمشي معاهم ونشد دي نون. مثلا ان ليفر، ان كايي، ان كادو، اون كورس، اي كوم سا فحال هكا، ونحاول نديرهم في دي زيكسبرسيون ندخلهم. Je paye un livre. J'envoie une lettre. بسيط جدا. هادو كنحاول انني ندمجهم ندخلهم في التعابير وغادي نبقى نحفظ فيهم وانا غادي. دونك كل نهار كل نهار كنزيد شويه حتى كيولي عندي واحد فوكابولير. وترجم، خذ ديكسيونير، خذ كلمات متقطعه ماشي اشكال في الاول، ومع المده ان شاء الله ما غاديش تبقى تاخذ نتايا كلمات متقطعه فحال هكا، غادي تولي تاخذ دي غروب دو مو. دونك ولكن في لو ديبي غادي تاخذ فحال هكا، سي تري تري نورمال، ما كاين حتى شي اشكال ان شاء الله. ومن بعد تولي تعجن وتدخل مع بعضياتهم باش توصل لهذاك المستوى اللي بغيتي. يعني ما تبقاش تسوق للناس بزاف، دير هذيك الحاجه اللي بغيتي ولكن ما تخافش. هذيك الحاجه اللي كنقراها غادي نقريها. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. أي حاجة تعلمتها كنعلمها. إي فوالا، ما تبقاش تقول لا راه حتى نكمل هادشي كامل عاد نقدر أنا نقري هادي للإنسان الآخر. لا، سي با كوم سا. إلا رجعت معاك دابا مثلا في لي كوغ ديالك، لي موديول اللي كتقرا، شنو تيوقع؟ داكشي اللي كتاخذ مع الأستاذ ديالك في الكلاس اللي كيقريك الدرس ولا التمارين تقدر ما تفهمهمش منه مزيان، واخا يكون الاستاذ راه ضابط هذيك لا ماتيير مزيان، هذيك الماده ديالو هو اللي تيقريها راه بروفيسيونيل فيها راه ضابطها مزيان، ولكن طالب ولا تلميذ في حالك انت غير مشى قراها غادي يجي يشرحها لك غادي تفهمها احسن من الطريقه اللي غادي يشرح لك الاستاذ. اي فوالا، وفكر هنا مزيان. دونك شكون اللي واعر بزاف؟ واش التلميذ ولا الطالب ولا الاستاذ؟ ياك الاستاذ راه فايت هذاك التلميذ ولا الطالب اللي غادي يجي يشرح لك،
واش فهمتي المعادله كيف دايره؟ وصل لك الميساج؟ ما تقولش راه هاد الماده عندها موالها اللي غادي نقريوها، لا الفرنسيه راه كاين فلان راه واعر فيها بزاف، هذاك هو اللي غادي يليق يقريها. لا، تقدر لا بيداغوجي ديالك انت طريقه باش غادي توصلها على الاخر احسن من هذاك اللي ضابطها مزيان، حيت انت كتحس بالاخر بشي حوايج ديستي منهم اي بلان شوز. لاغار يقدر بعد مرات شي حوايج لي فوندامونتال لي زيليمون دو باز يقدر ما يرجعش ليهم وتيولي تيجيو هو عاديين، الوغ كو انت لا انت كتسطر ليهم وتركز عليهم وتقول لهم لا راه هادي هكا وهادي هكا وكتزيد كتفسرها. الاخر لا، ربما تيدوز عليهم طير تيقول لك لا هذيك راه حاجه بسيطه خاصك تعرفها ولا شي حاجه، الوغ كو ما كيانسيستيش عليها وانت كتبقى ندير فحال هكا وكتسنط وكتشوف، الوغ كو انت راك ما فهمتيش. ولكن واحد اللي معاك فحالك فحالو مشى قراها هو فاتك شويه غادي يجي غادي يشرحها لك غادي تفهمها احسن من الا شرحها لك الاستاذ ديالك. دونك هادي ستون ميثود حتى هي تقدر انك تجمع الناس ديال الحومه ديالك ولا الدراري الصغار وتبقى تاخذ خمسه الاسماء وخمسه الافعال في اليوم ديالك وتدخلهم في بعض التعابير. هاد الاسماء وهاد الافعال من غادي تجيبهم الا قلبتي في الانترنت راه موجود للمصادر كثارين، دخلتي لي فيديو ديال لابرونتيساج. المهم كيف ما تنقول لك دابا شنو هو انك تاخذ خمسه لي مو لي كي سون دي فيرب وخمسه لي مو كي سون دي نو، هذا هو الاساس. يعني بلا ما تبقى تقلب لي من غادي نجيبهم واش من هنا ولا من هنا، راه سي تري 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 سامبل. التجربه الثانيه اللي غادي نعاود لكم ديال واحد المعلم ميكانيسيان، هذا السي المعلم ميكانيك ديال السيارات كيخدم في جوار واحد المقهى، دونك هو كيخدم هنا وهنا كاينه واحد القهوه، والقهوه على برا تيكون تيراس ايتترا، داك التيراس ديما تيكون فيه مول القهوه مولاه تيجلس فيها تما هو وصحابو، دونك تيقصرو تيلعبو كارطا الى اخره. والمعلم شنو تيدير ملي كتكون عنده الخدمه راه خدام، وملي تيكون عنده شي بوز مثلا ما كاينش الكليان ولا شي حاجه تيجبد واحد الكتيبات ديال الفرنسي وتيقرا فيهم. علاش؟ هو ما قراش في المدرسه فرنسي، كيقراها بوحديتو فين تيقرا وفياش تيقرا، تيقرا في كتبه ديال الابتدائي، تيقرا في كتبه الاولين هذوك المستوى، يعني شي واحد باقي الله بادي بحال مثلا ميكي جولي ميكي، مينا جولي مينا، هاد الكتبه راه ديجا كنت شاركتهم معكم قبل. دونك هاد الكتاب هذا كيجبدو تيقرا فيه ملي تيجي شي حد راه تينو تيخدم ليه فوالا معمر وقته فحال هكا، ماشي هذيك الهضره نبقى نشد معاك الحديث ولا كنهضروا في شي حد ولا مقصرين كارطه ولا شي حاجه كنضيع في الوقت ديالي. لا، هذاك مول القهوه تيبقى تيضرب عليه مره مره تيقول ليه ايلي المعلم انت باقي تقرا في داك الكتاب ديال ميكي جولي ميكي مينا جولي مينا قدام صحابو قدام هذاك البوبليك اللي كاين تماك، دونك كيستهان بيه وكيحتقرو. الوغ كو المعلم ما كيتسوقش ليه، كيكمل كمل تيخدم تيقرا ما مسوقش ليه هو واش كاين ولا ما كاينش ما تيهموش، المهم عنده هو كيتعلم. واحد النهار جاو الاجانب قور نصارى في البلاصه تما فين كاين القهوه وكاين داك المعلم وبغى يصيبوا السياره ديالهم خاسر لهم شي حاجه. الوغ جاو عند المعلم هضروا معاه، دونك شافوا عنده الدوزان ايتترا باش يشرحوا ليه لوكال اللي عندهم وهو غادي يخدم لهم. دونك ملي شافوه هو بحال هكاك حتى هما نقصوا منه شويه، دونك ملي بدا تيخدم لهم قالوا ليه بدي الفو نيتويير الفو فيغ سا شوف هنا شوف هنا. المعلم ناضي قال ليه اكسكوزي موا مسيو جو كوني مون ميتيي ليس موا ترونكيل ليس موا ترافايي، صافي سالينا انا عارف خدمتي عارف شنو كندير صافي ليس موا ترونكيل جو كوني مون ميتيي جو ميتريز مون ميتيي سي با لا بين انك انت غادي توريني المهنه ديالي ولا كيفاش غادي نخدم ولا غادي نيطويي ليك ولا نخليك تشيل الوسخ هنا ولا شي حاجه، كتعرف غير الريزولتا غادي نوصلوا ليها ودير نقاد داك المشكل هي هذيك صافي. في الاخر شعلها ولات دقه امارش. الوغ صفقوا عليه دوك الاجانب برافو، دونك بحال هما حقروه في الاول وشافوا كيفاش داير والوسخ اللي كاين في هذه المهنه الى اخره، ولكن صيب لهم السياره ديالهم وقاد لهم المسائل ديالهم مزيان. والنصارى معروف عليهم ما كيخلصوكش غير هذيك الخدمه اللي خدمتي، وانما كيعطوك هذاك لاصوم الخدمه اللي خدمتي انت وكيعطوك حتى دي كادو. الوغ عيطوا عليه وطلع الطوموبيل عندهم وعطاوه دي كادو، عطاوه حوايج كتبه اي فوالا. ومول القهوه بقى حال فمو تيشوف، هو يقول ليه معلم هضر هضر معاهم الا كانوا شي قريعات، حيت هو ملي تيشرب ولا كان شي كارو ولا شي حاجه ديال البليه بحال هكا. هو يقول ليه واش غنقول لك راه هذيك ميكي جولي ميكي مينا جولي مينا ديك الكلمات اللي عارف راه يلاه نفعوني باش انني نقدر نسلك راسي يعني نتواصل معاهم بحال هكا
الله يجعل البركه. هادشي اللي وصلوني ليه، ما داكشي ديالك انت مستوى اخر، هذاك ما نقدرش نوصل له. ويبقى يبقى يطلب فيه، بقى تيطلب فيه هكا هكا. قال لي هو خاسيتي دونك هضر معاهم هما يقولوا ليه لا ودي راه ما كنشربو ما كنكميو، جو نو فيم با جو نو بوا با. ويقول لي واش سمعتيهم المعلم الميكانيك قال من القهوه واش سمعتي شنو قالوا ليك؟ قال لي شنو قالوا؟ قالوا لك راه جو نو فيم با جو نو بوا با، ما كنكميش وما كنشربش. قال لي واش فهمتيها؟ بقى ندير ها. قال لي ما كنكميش وما كنشربش. دونك هنا تبهدل قدام هذوك الناس وداك الشيء كامل اللي كنت تقول انت قبل، لو فيت انك كتقرا في كتبه ديال المستوى مبتدئ ولا كترجع لشي حاجه ديال الدراري الصغار، لا اتس اوكي يا صاحبي، ما تسوقش البنادم. وفي الاخير بطبيعه الحال شكون اللي انتصر؟ المعلم الميكانيسيان. دابا غادي نتصنت ليك انت، شنو هما العبار اللي خديتي واللي خرجتي بهم من جوج هاد التجارب ولا هاد القصص ديال هاد جوج الناس، الصديق اللي جمع ولاد الحومه وتيشارك معهم داك الشيء اللي سبقهم هو به، وهاد الميكانيسيان اللي كان في تحدي معاه مول القهوه كيفاش الاخير انه بهدلو وقدر انه يتواصل ويهضر مع الناس، الوغ كو الاخر اللي كان تيهضر وتيبلبل بزاف وتيكريتيكي بقى حال فموم دير بحال هكا. شارك معايا الراي ديالك في التعليق ونشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.